يعني احنا ياما مشاكل بتحصل لكريم لغاية اخر وقت هد السور ده وندخل 100 متر. ازاي؟ طب ما احنا هدناه مرتين. مفيش غير يلا لما هد ها نصلي ونصلي ان تيجي من الرئيس. صح، لسه ما خدناش الورقه من الطنطاوي. الرئيس يروح يعمل اجتماع وزاري مفاجئ، ويقول في اجتماع وزاري وما يقولش في حاجه غير اوعى تمسوا الدير ده، اوعى تقربوا له، رغم هو اللي قال ماشي. لأني هو لما جاي يفتتح المستشفى طنطاوي ده قال له يا سيادة الرئيس ده مفروض يدخلوا 50 متر حرم الطريق. قال له ماشي. راح طنطاوي بعت لنا الجهة الحربية بقى الجيش بعت لنا ايه ب100 متر. شوف بقى 100 متر، صدقني يعني شوف 100 متر طولي بعرض الأرض طبعا. طب احنا مهما وقفنا مهما اتكلمنا هنعمل ايه؟ الرئيس اللي قال والطنطاوي اللي هو لما الدولة تتعب في حاجة تدخل الجيش فيه. طب والجيش اللي بعت؟ قلنا مفيش غير الصلاة. هو صلوات ابو سفين وست العذراء، ابو سفين كان القائد الاعلى في الجيش الروماني، يلا اتصرف مع الدنيا دي. شوف عمر ربنا بقى فيها. شوف عمل ربنا ان الرئيس يعمل اجتماع وزاري. ده جاني سليمان ده بتاع جاني هنا في كريش يقول لي انت عملت ايه للرئيس؟ قلت له يا عم انا اشطولني للرئيس. واللي عمل لنا اجتماع يا ترى هيقول لنا ايه؟ يا ترى هيقول لنا ايه؟ ونفاجئ الاجتماع على الكلمه دي بس. مفيش حد يمس الدير ده. قولي لي بس عملت ايه ووصلت ازاي؟ طبعا انا هعترف عليك. وعملت ايه يا ابو سفين؟ صلينا طبعا صلينا. ابو سفين مش كده؟ ابو سفين قال لك عمل ايه؟ ماشي الموضوع بعيد عن هنا. خلاص خلاص لا نشوف عمل ربنا. مفيش حد غريب. لا مفيش. مين اللي وصل للرئيس ولا مين اللي قال؟ ابو سفين. هو كان ابو سفين خوفه بقى. هذه انت اللي بيحكي عنها. لا بس انا عملت خناقه كبيره مع هو اكيد في سر يعني. قعدت اقول له يعني حضرتك اخدتها بالاستشهاد، طب وانا اخدها بيه؟ وانا خاطيه وضعيفه وغلبانه. عالي بالله ما شفت شغلك. لا انا كمان اخدها اتعبد لي كام يوم في القلايه، اسيب الدير واقعد في القلايه وخلاص، وانت اخدتها بالاستشهاد وانا اخدها اتعبد لي شويه بس. لكن كده هاخدها ازاي؟ بس فشاف شغله بقى. ازاي؟ وبعدين بقى لا احكي لنا الحكايه دي وخلاص. بس دي حكايه ما بتتخباش فيها الرئيس وفيها شغل كبير. لا دي حكايه كبيره ما اقدرش اقولها. بس احنا عندنا حاجات كده برضه مش عارفين نخلصها. ده كده 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 اكيد. اقول ولا ما اقولش؟ اقول نجمع على اقول. الحقيقه بعد ما انا خدت وقفت قفلت عليا الكنيسه وقفت صليت انا مكسر عندي 6 ديسك في ظهري ومش ليا وجعاني في حته كنبه صغيره كده في اخر الحته اللي فيها المكسوره دي خدته حطيته على حلف وقعدت اعاتبه اقول له الكلام ده يعني اخدتها بالاستشهاد طب انا اخدها بيه وايه بقى؟ وانا كل خطيه و و و و انا اعلم الليت عشان اتوب وتعبد لي ومن ربنا
وبصيت لقيته تجل 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 والاخر الانبوبة طلعت من فجم وتجل خالص كده ما هيش الانبوبة يعني. بس عرفت انه ما هيعمل حاجة بس سر سر مش عارفة ما سر ده كتير ايه البرع مش حاجه تخص الرئيس ما تطلعش ماشي لا شويه اسمع بس امانه سر يعني ده المات حتى ما عرفهاش كويس ما حكيتها لهمش بس لقيت ابو سفيان خدني وداني للرئيس الساعه 6:30 كده تقريبا صباحا وانا في اوضه الرئيس كان نايم راح ايه نداء باسم مبارك 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 راح فتح كده قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت ازاي دخلت وانت والابواب كده مقفول قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل الابواب مغلقه بس امانة عليكم على اللي قاعدين الاباء انا بس دي حاجة تخص الرئيس فلما توصل تخرج برة تبقى مش حلوة في الابادات امين لا لا ما انت ابتديت بس يعني بكلمة للناس اللي سمعنا ما تلمت كم انت ابتديت كمل سكت عليك وربنا ولا قلت تلاميذ ربنا وربنا مش حتى فقال له ازاي دخلت الابواب مغلقة قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل الابواب مغلقة قال له ودي مين قال له دي لأم إيرين رئيسة الدير قال له أنا شفت لك صورة قبل كده قلت له أه في وطن قال لي بالظبط بالظبط ما أنا بشوف الجرائد كلها فقال له يعني إزاي يهد الصوت وإزاي طنطاوي ده يقول 100 متر فأنا بقول لك أهو ما حدش يقفل على الدير قال له أوعدك خلاص ويلا عمل اجتماع وزاري في يومين فورا اجتمع الوزراء كلهم انت يا ابني بتسجل الكلام ده يعني ها فقلت له فوطن قال لي طب وده مين ده مين قلت له ده الشهيد بتاعنا في لوباتير مركوريوس ابو سفيان وصاحب البيت قال له انا استشهدت على اسم ربنا يسوع المسيح له المجد خلاص 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 صارح عمل اجتماع وزاري مفاجئ ويقول له مين فيها في الاجتماع محدش يقرب قلت عايزه مستند قالوا لي الكلام الرئيس مستند قلت يجيني من الجيش من طنطاوي فالتاني هيجي ولكن الرئيس خاف لما شافكم اه طبعا في الاول خاف بس دكتور مرأة كلام كويس يعني حتى دكتور ما رأيش بس أرجو يعني مش عارف لا لا ما عندهم حد يحكي لحد من قرايبه ولا اخواته ولا بتاع ما يقعد معاك يبقى نعم ما يبعت لك يقعد معاك شويه لا يا عم لا يبعتني ولا بعت لي هي راحت وخلاص عندي لو اديني حاجة ممكن معك لا بس ابو سفيان يعني بيعمل شغل تمام اه الحقيقة يعني كرير دي احنا تعبنا فيها كتير لكن ربنا تمجد فيها كتير ونفس الحركة عملها ابو سفيان في السور الاولاني برضو مع طنطاوي الثاني ايوه لا عملوا معجزة بقى